اتفضل يا فندم. لحظة واحدة، ادي نجيب بيه خبر. متشكر قوي. قول له فريد عامر بهنس وهو هيعرف. تحت امر يا فندم. شركة زركش فيلم دي كانت شركة إنتاج وتوزيع كبيرة. الوقت اللي كانت ملعلعة فيه في الخمسينيات. عملت لعماد حمدي وكوكا وحسين رياض وعدلي كاسب أفلام كبيرة. لسه نجيب بيه محتفظ بالأفلام دي هنا لحد دلوقتي، مرضيش يبيعها رغم إن اتحط له فيها أعلى سعر. هو أنت سمعت إن أنا بعت أفلام قبل كده؟ لا طبعًا عمري. أمال إيه؟ يعني العروض بتتغير وكمان الأرقام بتتغير. حضرتك عندك 12 فيلم ملكك و 14 فيلم فيهم اتنين اعياد ميلاد الملك فاروق. الافلام دي تاريخي وتاريخ زاهي باشا وتاريخ زركش افندي. ادخل هنا ابص على الافلام دي وهي مرصوصه كده احس ان انا فعلا نجيب زاهي زركش. طيب انا مستعد اوصل معاك ل 14 مليون دولار. أنا آسف، أفلام زركش ليست للبيع. تشرب إيه؟ شكراً. شوف حضرتك الكرسي ده، الكرسي ده نفسه كان قاعد عليه رشدي أباظة، كان جاي لبابا يعتذر عن الفيلم لما عرف إن السيناريو راح الأول لكمال الشناوي. قبل ما يعتذر لقوا كمال الشناوي داخل عليه جاي موافق على السيناريو وجاي عايز يمضي الفيلم. رشدي أباظة كان قاعد هنا وكمال كان قاعد هنا وبابا واقف وسطيهم وانا بتفرج عليهم وانا موارب البدله. وقعدوا يحلفوا على بعض، لا والله انت اللي احق، لا والله انت اللي احق. وبابا قاعد يفكر ازاي يقول لهم ان هما الاثنين مش هيعملوا الفيلم لانه مضى امبارح مع احمد نصر. ازاي اقدر ابيع كل الذكريات دي؟ ازاي ابيع وقفت على الباب وانا بتفرج على كل نجوم مصر في بدله؟ انا بحب الفيلم ده قوي يا نجيب. ازاي ابيع عمري؟ صعبة. المهم كل اللي اقدر اقوله ان ليلة امبارح كانت ليلة سودة على نجيب بيه. ما كانش متوقع ان شفيقة، الست شفيقة، تكمل المقلب للاخر وتموت، بس الاكيد انه حزن. كلنا والله، ما حدش في البيت ده ما حزنش، حتى حيطان البيت نفسها حزنت. فكان الطبيعي اني اعمل اللي عملته ده حتى لو في طيران رقبتي في الليلة اللي نسينا فيها كلنا ليالي اللي تقريبا ماتت. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.